سلام يا احلى متتبعين، توحشتكم بزاف. يعني كنت طولت عليكم، غبت عليكم على جال، كانت عندي اون كوموند. اليوم حنشارك معكم طريقه صنع لي بوب كيك. لي بوب كيك لو تام اللي استعملته انا ولا اللي رافقته مع لا تارت هو تام سافاري انيمو، يعني ان تام هايل، يعني واحد المتعه في الخدمه تاعو. اكوشتو ديجا في لو ديزاين والاخر، يعني كيما يقولوا يخليك تروحي بعيد في التزيين هذا ديالو، ويحسك بلي راكي صح، راكي في الادغال. فوالا، انا اليوم حنوري لكم لا تارت كوتوشتو لا ديكو في القناه. اليوم راح نديرو لي بوب كيك. لي بوب كيك يعني محبوب عند الاطفال بزاف بزاف وحتى الكبار. الوصفه سهله وبسيطه وتحضر في وقت وجيز، برك تبعوا الخطوات. لانه شوفوا اذا ما تبعتوش الخطوات يمكن راح تصيبوا عرقله، راح يعني تحصلوا حصله كبيره. فوالا، هنايا كانت عندي موسكوتشو، يعني كيكه اسفنجيه اللي نديروا فيها الزيت، نديروا فيها الزبده. فوالا، يعني ماشي هذيك الناشفه تاع لا جينواز اللي نستعملوها مع التورتات. اللي حبت الوصفه راهي كاينه في كيكه الثقوب، انا ديجا كنت درت وحده، تقدروا هذيك تستعملوها. تاخذوا فقط الوصفه تاع الكيكه وتستعملوها في هاد لي بوب كيك. فوالا، هنايا انا كنت حكمتها، فتتها كامل بيان غير بيديا. برك حبيتوا تستعملوا يعني في ميكسور ديرو كيما حبيتو نتوما، مي انايا جو بريفير غير بيدك. ديجا كي تكون خفيفه وجديده يعني تفتت وحدها. هذه هي، تكون فتتها كامل. لا كونتيتي على حسب واش شحال عندكم. انا درت هنايا يمكن زان، يعني ماشي حاجه كبيره. استعملت شوكولاته لي اللي يكون مفضل عندكم تقدروا تستعملوه، حتى نطمو به كامل العجينه. وانا كنت زدت تاني درت لا كريم او بور، كريم او بور براليني بدوق البندق، ما حبيتش نرطيها، قلت نديرها تاني في لي بوب كيك راح تجي بنينه. يعني هي التحضيرات تاع لي غاتو هادو فيهم تعب، لكن النتيجه راح يعني تكون متعه فيها. لا فينيسيون هي الحاجه، وكي يكونوا جايين يدوا الكاطو يعني حاجة هايلة. بون، انا هنايا نكمل نطمها بشوكولا ولا شوكولاتة ليطالي، وضفت لها هنايا كريمة الزبدة اللي قلت لكم عليها تاع لا كريم او بوغ براليني بالكو تاع نوازات دوق البندق. نديروهم دي بول. لي بول لازم يكونوش ما ديباسيوش 35 غرام، راح يجونا بزاف كبار ويجو موش، يعني ما يجوش شابين، راح تجينا شغل بزاف كبيره. وهما دي سوسات، يعني نقولوا مصاصات. فوالا، لازم يجوا صغار، هذاك هو لو شارم تاعهم. فوالا، نحنا بعد ما كنت وزنتهم 30 غرام، دوكا حكمت لي تيج. انا شيت لا كولور اللي ترافق مع لوتام اللي درتو، درت انايا تاع لي زانيمو. صافي، غابه لا فوري، واش فيها شجر فيهم المارون والفيغ. صافي، درت المارون مع الفيغ، فوالا البني مع الاخضر. هنايا حكمت شوكولا دايبه ما فيها حتى اضافه. ندير هذوك لي تيج، نغطس لداخل شويه برك، وندخل في هذوك لي بول. فوالا، هذه هي حاجه سهله. دوكا نكمل كامل، ومن بعد هذيك ندخلوهم في الكونجيلاتور. كونجيلاتور نخلوها يعني في المجمد، نخلوهم اوموا نص ساعة حتى لساعة، خلوهم يجمدوا بيان. راح تجيكم العملية سهلة. اذا درتوها وكان يعني ما جمدوش مليح راح يعيوكم، يعني باغ اكسبيريونس انا نهضر لكم، راح يعيوكم بزاف. انا هنا نكمل الخدمة ديالي، ونستغل الفرصة نقول لكم اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، ويفعل الجرس هكا باش يحكم جديد ديالنا. لانه تفعيل الجرس راح يخلي لي نوتيفيكاسيون ولا الاشعارات تاع لي فيديو اللي نحطهم يلحقوكم. واذا ما عرفتوش كيفاش، ديزابوني من عندي وعاودوا ديروا ابوني وفعلوا هذاك الجرس، لانه هذاك الجرس هو اللي راح يلحق لكم لي فيديو ديالي. فوالا، هنا نكمل كامل
يعني الحبات ديالي ولا لي بوب كيك ديالي. فوالا ما تنساونيش بالجيم في لا فيديو هكا باش تطلع. فوالا يعني شوفوا حاجه غادي ننبهكم عليها، اذا صرات لكم يعني كاش حاجه في لي بوب كيك هذه الدنيا ولا عاودوا طليوهم نورمال، يعني حتى لو كان دير لهم لا كوش دوزيام كوش ما حيصالهم حتى حاجه. هذه هي دوكا تيكاناني كملت خليتهم ينشفوا. بون بالنسبه لهاد لي ديسان راح نخليكم الرابط تاع لاباج اللي خدمت عندهم انا هاد لي ديسان، يعني راهم يخدموا حاجه تاع الانفوغرافي، اي حاجه حبيتوها تروحوا تمبريميوها وديروها ويخرجوها لكم، يعني خرجت الطوب يعني كيما اللي تتباع برا. انا علاش درت عند هادو اللي يتباعوا بون هنا الناكري هذا برونز، علاش درت باسكو هاد لو تام هذا ما اكزيستيش في الحوانت، ما كانش تاع لي زانيمون، صافي جيتي اوبليجي نحنا بريمي. فوالا وحتى هادوك اللي يتباعوا كيكون عندكم ان تام ولا بزاف صغار على لي سوسات. انا حكمت لو ناكري برونز عاد نرش برك لي بوب كيك ديالي، ندير لهم غير حاجه خفيفه من الفوق برك باش برك يزيدوا لا بريونس، باسكو حسيتهم بزاف مات، يعني جاوا باهتين. لا كولور تاع الشوكولا اللي شريتها يعني ماشي ما عجبتنيش ما قنعتنيش. فوالا انا هنا حكمت بيستولي، درك هاتي كندوب هذا نخليه يسخن بيان ونبدا نلصق، ولا استعملوا الحاجه الاداه اللي تقدروا تلصقوا بها. المهم ما تلحقوش لي بوب كيك، يعني انه هذا ماشي غذائي الفوقاني. فوالا هذه هي ونلصقهم هكا نكون انا كملت الكاطو ديالي. هذه هي لا فينيسيون. فوالا وجو ما شاء الله يعني شابين وحاجه متحوفه، وهبلوا عليهم الاطفال يعني الدراري صغار يحبوا هاد الحاجات. فوالا هادوك نكمل كامل لي ديسان هادوك. انا اي حاجه حبيتوها ولا يعني ماذا بيا تحطوا لي في التعليقات، حاجه عجبتكم ولا ما عجبتكمش حاجه، يعني جميع التعليقات جاكسبت كيما نقولوا، سواء يكون ايجابي ولا سلبي، يعني هذه هي ارضاء الناس غايه لا تدرك. ما حش نقدر انا نكون يعني نعجب كامل الناس، اكيد كاين ناس راح تحبني كاين ناس راح تكرهني، يعني هذه حاجه طبيعيه ماشي حاجه غراف ولا نورمال، يعني هذه لازم تقبلوا الاخر وكلش. فوالا هنا نكون لحقت معكم النهايه، نتمنى تكونوا متفاعلين معايا وديروا لي لايك في لا فيديو. فوالا وتبارطاجيو بارطاجيو ماكسيموم مع احبابكم ولا اللي تعرفوهم كامل. فوالا انا هذه هي يعني الكاطو ديالي كامل لا طاغت، واش درت كامل يعني في هذا الاسبوع راني بارطاجيته معكم. فوالا نتمنى تتفاعلوا معايا وتخلوا لي تعليقات يعني تحفزني باش نزيد نحط لكم اكثر. فوالا ومع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.